السلام عليكم أحبائي ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم وصبحكم الله بالخير والسلامة والعافية مع صباح الديار. فقرتنا هي اللي دائما عودناكم عليها، فقرة صحة وجمال. فقرة صحة وجمال انسلط بها الضوء والعين الثاقبة على الأمراض والأمور المنتشرة بالمجتمع. اليوم عنوان حلقتنا هو أمراض القولون أو أمراض الجهاز الهضمي، ولكن متلازمة القولون. القولون كثير من الناس تعاني من مشاكل القولون، وتعاني من ألم القولون، وتعاني من هاي المشكلة اللي هي صارت معضلة عند بعض الناس ومعضلة يعني عويصة خلينا نقول. زين، شنو أسباب القولون؟ أسباب القولون، إحنا لو كنا نطبق النظام الغذائي اللي أمرنا به الله سبحانه وتعالى لما كان عندنا هذا الكسل المعوي اللي هو يسبب أمراض القولون. الله سبحانه وتعالى أمرنا على لسان النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قال: المعدة بيت الداء والحمية رأس كل دواء. المعدة بيت الداء، هاي فيما يخص السنة النبوية. في القرآن الكريم قال: بسم الله الرحمن الرحيم، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. إذن كل شيء بمقدار معين. على هالأساس أحبائي المشاهدين، إحنا العراقيين بصورة خاصة عن العرب يأكلون بالليل ثقيل، بعد ما يأكل ثقيل ينام، بعد ما نام شو راح يصير؟ راح يصير عنده برود بجسمه، راح الطاقة تروح من المعدة مالته ومن الأمعاء، فالمجرد أن نام راح يصير كسل معوي، الحركة الدودية اللي الله خلاها بالأمعاء راح تروح، بالتالي راح تتكدس الفضلات بالأمعاء، راح تصير طبقات بتراكم الوجبات، وعلى مدى طويل من الزمن راح يصير عندنا كسل معوي وتراكم. أعراض القولون هي أمساك، هسه المصور يقول لي أنا عندي ألم هنا ويصير عندي ألم بقلبي، ليش ممكن يسوي ألم بالقلب القولون؟ إيه نعم، هو مو القولون يسوي ألم بالقلب، ولكن بمجرد أن انتفخ القولون صعد على الحجاب الحاجز ودفع الرئتين على القلب، لأن يعني الله سبحانه وتعالى خلى القلب داخل الرئتين حتى جدار وحصن إليه، فبالتالي يضغط الحجاب الحاجز على الرئتين وتضغط على الرئتين على القلب، فيصير خفقان يحاول يخلص نفسه القلب. الحديث طويل، احنا نريد اليوم، يقول لي عمي اليوم شنو علاج القولون؟ صار لك ساعة تحكي لنا، سولف لي بالزبدة. الزبدة الزبدة، حضروا أقلامكم وحضروا ورقتكم وخلونا نكتب علاج مضمون 100% للقولون. بس أنا ما أقول 100%، أط 90% و10 تبقى يم الله سبحانه وتعالى في حال ما أراد الشفاء. الوصفة كالآتي: كمون 50 جرام، كراوية 50 جرام، حبة حلوة 50 جرام، حبة سودة 50 جرام، كركم 20 جرام، عندنا بعد السنمكي 50 جرام، جفت 100 جرام، إدباغ 100 جرام. هذني الكل راح نطحنهن، بعد ما نطحنهن هذني الكميات اللي حكيناهن راح شي يصير عندنا؟ راح يصير عندنا مسحوق مركب، هذا المركب ناخذ من عده ملعقه صغيره على كوب ماء مغلي، نتركه 10 دقائق ونشربه بعد كل وجبه اكل، يعني صبح ظهر ليل. ثقوا بالله راح تشوفون فرق واسع، ولكن بشرط، الشرط هو ان بالليل تترك الوجبات الثقيله والوجبات السريعه، وان تاكل خضروات كمية الياف عالية حتى تحسن من الجهاز الهضمي، تترك المشروبات الغازية بالليل، تترك العصائر الصناعية بالليل، اقل وقت بين النوم والاكل لازم 3 ساعات، لحم لازم قبل 6 ساعات قبل النوم، كل هذه الامور لازم تخليها بنظر الاعتبار، وحاول تنام شبه جوعان. ما نقول جوعان، شبه جوعان. الخبز بالليل تاكلون ربع رغيف خبز. أحبائي المشاهدين، هذه هي الوصفة مجربة ومضمونة 100% لعلاج متلازمة القولون اللي تسبب إمساك وضيق وغازات وألم بالحجاب الحاجز، وبالتالي يسبب خفقان. انتهت فقرتنا مع علاج القولون، وانتظرونا أحبائي المشاهدين يوم غد في فقرة جديدة، وراح نسلط الضوء أيضا على مرض جديد إن شاء الله. تقبلوا تحياتي، أخوكم خبير التغذية والطب التكميلي والأعشاب الطبية زهير الجعفري، مع فقرة صحة وجمال. خلونا ننتقل
نرجع للإخوان إلى صباح الديار ونقول لكم صباح الخير والبركة والعافية وكفيان الشر للأمراض بجاه محمد وآل محمد. خلونا نروح للزملاء.